اي خلاص بدات التسويق. المعادله الوسطيه قيمه الايكويشن تكون هكذا واي واي يعطى بدايه التي والاكس ايضا يعطى بدايه وسيط اخر تي بارامتر تي مثلا واي يساوي مثلا تي تربيع زائد واحد مثال واكس مثلا يساوي مثلا تي ناقص خمسه قد يكون غير ذلك. إذن هذه معادلة عادية تعرفوها قبل وهذه parameter equation فيها جزئين y بداية وسيط والx بداية وسيط. هذا الفرق بين معادلة عادية وparameter equation. بعدين نخط تعريف تاعها لكن هذا هو مفهومها. إذن هذا أول شيء اللي هو تعريف parameter equation نأخذ عليها أمثلة. إذن أخذت التعريف وأخذت مثال هذا هو مثال وهذا هو التعريف. ثم التانجنت لاين، التانجنت لاين معناها المستقيم المماس. كيف تجد مستقيم المماس لمنحنى؟ عندك منحنى مستقيم لا يمس ولا يقطع، كيف تجد مستقيم هذا معادلته؟ وكذلك كيف تجد الارك لينث طول القوس، طول المنحنى مثلا من نقطة إلى نقطة، كيف تجد الطول هذا؟ إذن هذه الأشياء نتعلمها الآن المحاضرة هذه. خلاص إذن نبدأ. أول شيء ناخذ تعريف parametric equation. إذن مثل ما قلت لكم parametric equation x يعطى بداية t والy أيضا يعطى بداية t. إذن f معناتها بداية t دالة لt وgt معناتها دالة لt. هذا إيش معناه؟ FT و GT. FT و GT. إذن هذه تسمى parametric equation. المثال ممكن فيه مثال في السلايد اللي بعده، لكن المثال اللي أخذناه في سابقا مثلا Y يساوي T تربيع زائد واحد و X يساوي شيء مثلا كمثال فقط X يساوي T زائد واحد أو T ناقص خمسة مثال السابق. إذن هذه parametric equation. ليش؟ y يعطى بداية t هذه ft وهذه gt. هذه parametric equation. parametric equation لها parametric curve. لها parametric curve يعني معناها منحنى. لها parametric هل في سؤال عن تعريف parametric equation؟ parametric equation x بداية t والy بداية t. parametric curve هو منحنى ل parametric equation. إذا الفرق بينها بين curve عادي، parametric curve يكون موجه والاتجاه هذا جاء من الوسيط هذا من parameter t. يكون جاء من parameter t. هذا بالنسبة إلى parametric curve. مثال ذلك هذه كلها معادلة دائرة. معادلة دائرة. إذن هذه معادلة دائرة معطاة بمعادلة نص قطرها واحد x تربيع زائد y تربيع يساوي واحد. إذن هذه معادلة عادية equation of circle وليست parametric curve. هذه معادلة دائرة لكن معطاة بparametric وكذلك parametric. كلها دوائر لكن الفرق بين هذه تكون موجهة لها اتجاه وهذه ليس لها اتجاه. الفرق بين parametric curve. مثال عملي ارسم sketch the trajectory over the time انتر. طبعا التايم البارامتر هذا يرمز له ب t بالغالب هو الزمن لكن هو بارامتر قد يكون غير ذلك. هو بارامتر اخر اللي هو الزمن. اذا هنا قال لك ارسم المنحنى للداله هذه اذا كان t محصور بين الصفر والعشرة والدالة معطاتها كم؟ t يساوي او x يساوي t ناقص 3 sin t والأربعة ناقص او y ناقص 4. عندي ما هي واضحة هذه. هل هذه واضحة عندكم هذه؟ هذه ما هي واضحة عندي. من منكم يقرأها لي؟ عندي مشكلة في الشاشة. y يساوي 4 ناقص 3 كوساين صحيح؟ صحيح ولا لا؟ 4 ناقص 3 كوساين. ايه خلاص لان ما هي واضحه. خلاص اذا المطلوب هنا
قالك ارسم البارامتر كيورف. اذا الرسم في الغالب انك تحدد نقاط وتوصل بينها. تحدد نقاط وتوصل بينها. النقاط اللي حددتها هي تي. واحصر لك التي بين الصفر والعشرة. تأخذ مجموعة من النقاط بين الصفر والعشرة. أربعة خمس نقاط توصل بينها. تتحصل على المنحنى بالتقريب. طبعا المنحنى يكون بالتقريب. لكن اللي يهم هنا هو التعويض. في فقط الكمبيوتر اللي يسمح بالدقة. لأن الكمبيوتر يعوض بمئة نقطة ألف نقطة. ما عنده مشكلة في الحساب. لكن أنت أربعة خمس تكفي. أوكي. إذا نريد رسم هذا المنحنى. أين المبحث؟ أدور على المبحث. نسيت البلاك بورد. خلاص. إذا قلت نعوض. إذا تفرض نقاط. تفرض نقاط. تي. مجموعة من النقاط. أهم شيء تكون محصورة في المجال المعطى. وتحسب إكس وتحسب واي. هل في صوت؟ سامعيني؟ إيه خلاص اكتبوا لها اطلعوا. إيه اكتبوا لها اطلعوا اطلعوا وارجع. إذا قلت الرسم عادة تاني قلت تفرض نقاط. إذا النقاط بين صفر والعشرة. إذا نفرض مجموعة من النقاط. نفرض صفر اثنين مثلا أربعة مثلا ستة والعشرة. أوكي. ثم تحسب الإكس والواي. إذا تعوض التي في معادلة الإكس وتحسب. إذا إكس يساوي صفر ناقص ثلاثة ساين صفر. تحسبها هذه كم تساويها؟ صفر ناقص ثلاثة ساين صفر. ساين صفر كم؟ ساين صفر صفر. ساين صفر بصفر ما هي بواحد. صحيح ولا لا؟ إذا تطلع بصفر. إذا النقطة هذه نكتبها بلون مغاير. الإكس صفر. ثم نفس الشيء تعوض صفر في معادلة الواي. إذا تحصل على واي يساوي أربعة ناقص كم؟ كوساين صفر. صحيح ولا لا؟ كم تساوي هذه؟ ناقص ثلاثة. هي هنا ثلاثة صحيح. لا لا واحد أتوقع. لأن هذه بواحد. تبقى لك ثلاثة ناقص أربعة أو أربعة ناقص ثلاثة. تجيك بواحد. واحد متفقين أم لا؟ قبل ما نمر النقطة الثانية. واي يساوي الواحد. خلاص ممكن هذا يكون على حاسبه تحسبها. اوكي اهم شيء تعرف الطريقه. تاخذ نقاط وتعوض وتحسب كل مره. ثم لما تجي ترسم يكون عندك الرسم منحنى جنب. اذا اول نقطه هي هذه تعينها في المنحنى صفر واحد. اذا تكون هنا نرسمها بلون مغاير. اذا اول نقطه هي هذه. هذه اول نقطه. اوكي ثم تمر النقطه الثانيه. أنا اخترت اثنين. أوكي؟ قد تختار واحد، قد تختار ثلاثة. أهم شيء نقطة مختلفة. تحسب تعوض تي باثنين. أنا حسبتها جاهزة. يطلع لك إكس ناقص 0.7. والواي 5.2. هذه حسبتها بالآلة الحاسبة لأن ساين اثنين وكوساين اثنين غير معروف لازم بالآلة الحاسبة. هذه النقطة الثانية. إذا ترسم النقطة الثانية. النقطة الأولى عفوا هي هذه إكس بالصفر وواي بالواحد. إذا ليست هذه النقطة الثانية. ناقص 0.7 الإكس هنا والواي 5.2 فوق. إذا تقريبا هكذا. إذا جيت ترسم
إذا يجي هكذا من هنا إلى هنا، وهكذا تكمل النقاط الثالثة والرابعة. طبعا ما كملت الجدول اللي بعد، سلايد اللي بعد فيه التدقيق. هل واضحة الطريقة؟ لما يقول لك ارسم، يعطيك بارامتر ايكويشن يقول لك ارسم، واضحة الطريقة أم لا؟ حسابات ورسم فقط، واضح؟ خلاص. إذن هذا الحساب الدقيق. طبعا هنا أخذ 10 نقاط، 10 نقاط كثير خلاص، طبعا غير تأخذ لك وقت، لأن الهدف هو الطريقة، ما هو الهدف الحسابات. لو أخذت هذه نقطة، هذه وهذه، 4 تكفي، أوكي، 4 5 تكفي وتوصل بينها. إذن هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية وتوصل بينهم، تحصل على اتجاه، الاتجاه هو نفس اتجاه النقاط. إذن هذا هو بارامترك كيورف، بارامترك كيورف. إذن أعيد هنا فقط، النقاط هنا كثيرة لكن في الواقع 4 5. إذن الهدف ما هو الحساب، الهدف هو الطريقة. إذن هذا بالنسبة لك كيورف. هل في سؤال؟ طبعا تعويض فقط وتوصيل، طبعا هذا سهل. الآن نفس الشيء، أعطاك معادلة أخرى وأعطاك حصر آخر وقال لك احسم لي البارامتر، ارسم الجراف. نفس الشيء، أعطاك حصر للتي ومعادلة الإكس ومعادلة الواي وقال لك ارسم. نفس الطريقة، تفرض نقاط للتي وتعوض في الإكس جدول ثم توصل بينها وتعمل الاتجاه. خلاص، ونرجع للسلايد السابق وأرى كيف جاء الاتجاه، اتجاه من النقطة الأولى إلى الثانية، من الثانية إلى الثالثة وهكذا، لأنك اخترت التي تصاعدي. أوكي، هذا هو الاتجاه. إذن هذا هو بارامتر الكيورف، عنده اتجاه، لكن الكيورف ليس له اتجاه. الاتجاه هذا جاء من التي، من البارامتر تي، تي اللي هو الزمن، قد يكون الزمن أعطانا معلومة جديدة اللي هي الاتجاه. واضح؟ الآن مثال آخر. أوكي؟ نفس السؤال، find the graph of the parametric equation. أوكي؟ فكروا فيها دقيقتين وراجعة، دقيقتين وراجعة، فكروا فقط في الطريقة، فقط في الطريقة، دقيقتين.
السلام عليكم. قلت هنا قرب الاسم مطلوب، ايش رايكم ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ برسم المنحنى هذا. خلاص نحدد نقاط نفس الشيء ونعوض، اوكي؟ ونعوض. هذا هو الطريقة المباشرة، فيه طريقة ترى خلاص تعتمد على الملاحظة. تلاحظ هنا كوساين وهنا ساين. لو ربعت هذه وربعت هذه وجمعتهم يعطيك الواحد هكذا. إذا تربع الاكس تربيع والواي تربيع وتجمعهم تعطيك الواحد. إذا تحصلنا على اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي الواحد، وما هي إلا دائرة نصف قطرها واحد، ثم ترسم الدائرة على طول بدون ما تعوض، أوكي؟ إذا صحيح الطريقة المباشرة هي جدول ثم تعوض تحصل على دائرة، أو هذه أذكى شوي، تلاحظ أن إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي الواحد، إذا هي دائرة. دائرة موجهة الاتجاه هذا. واضح الطريقة هذه؟ الطريقة الأولى صحيحة. لكن هذه أسرع. هذا بالنسبة إلى البارامتريك أكيورث. إذن أعيد، بارامتريك كويشن هي معادلة وسيطية فيها تي، الإكس فيه تي والواي فيه التي، أوكي؟ والواي فيه التي. ثم بارامتريك كيورف، الطريقة المباشرة هي اللي هي ترسل نقاط توصل بينهم، والطريقة الغير مباشرة هي تبحث عن علاقة وتسمى إليمينيتنج البارامتر، يعني تشيل تزيل البارامتر، تزيل التي، تحصل على معادلة عادية ثم تحط لها اتجاه على حسب الاتجاه، والاتجاه نرسم نقطتين ونحدد الاتجاه. اوكي، هذا بالنسبه الى بارامتريك ايكويشن. نفس الشيء هنا، طلب منك بارامتريك كيورف لكن حدد لك الطريقه باي اليمينيتنج ذا بارامتر، ما قال لك بالجدول، قال لك تخلص من التي. كيف تخلص من التي؟ عده طرق، منها تاخذ التي من الاولى وتعوضها في الثانيه، تاخذ التي من هنا وتعوضها الثانيه، خذ التي من هنا، اذا يبقى لك 2 تي، حول 3 هنا يساوي اكس ناقص 3، وبالتالي تي يساوي اكس ناقص 3 على 2، ثم تعوضها في الثانية، تعوضها في الواي في مكان تي، حط اكس ناقص 3 على 2، تحصل على معادلة جديدة هكذا. طلعت تي من الأولى تعوضها في الثانية، طلعنا تي من الأولى نعوضها في الثانية، تحصل على معادلة جديدة، وهذه معادلة مستقيم. معادلة مستقيم نفس الشيء، تفرض نقطتين توصل بينهم، تفرض الاكس وتحسب الواي، اي وضع تعوض بالتي عوض بالاكس والواي، فرض نقطتين مثلا صفر ولو، احسب التي احسب الواي وعوض بالنقطتين، إذا قلت تفرض الإكس وتحسب الواي في المعادلة هذه. إذا أما إكس يساوي صفر، واي يساوي 2،
لما اكس يساوي الواحد واي يساوي خمسة. إذن صفر واثنين اللي هي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هنا اللي هي واحد وخمسة، هذه تقريبا توسط حصل على المستقيم الأزرق. إذن في طريقين للرسم. الطريقة الأولى اللي هو جدول، جدول ثم تفرض نقاط توصل. والطريقة الثانية eliminating the parameter، تأخذ البارامتر من الأولى وتعوضها في الثانية ثم ترسم المنحنى عادي. إذن هذا بالنسبة إلى parametric equation، parametric curve. الآن نمر إلى المشتقة. أوكي. طبعا كنا نعرف المشتقة لما تكون دالة عادية، لما يكون عندك y يساوي x تربيع، مشتقتها هي 2x، مشتقة 2x هي x تربيع هي 2x. الآن لما يكون هكذا parametric equation كيف تشتقها؟ تشتقها بالعلاقة هذه، مشتق ال مشتق ال y ومشتق ال y بالنسبة ل x بالنسبة ل t على مشتق ال x بالنسبة إلى t. إذا تحسب مشتقتين وتقسمهم على بعض، إذا حب تحسب مشتق الدالة تحسب مشتقتين، مشتقة ال y بالنسبة ل t تقسمها على مشتقة الاكس بالنسبة إلى تي، وهذا بالنسبة إلى الاشتقاق. طبعا المشتقة يا إما تطلب بشكل مباشر يقول لك احسب المشتقة، أوكي، أو بغير مباشر مثل هنا يقول لك بارامتر تانجنت، أو يقول لك سلوب اوف تانجنت مثل المثال هذا. إذا أعطاك الدالة هذه المطلوب احسب سلوب اوف تانجنت للداله هذه عند النقطه هذه. من يعطينا خطوات حساب سلوب اوف تانجنت، ميل المماس، سلوب اوف تانجنت هو ميل المماس، من يعطينا خطوات حساب سلوب؟ من يعطيني خطوات ايجاد سلوب اوف تانجنت اكس مقسومة على واي؟ لا خلاص خلينا طبعا انت تحل على طول. انا هذه اتوقع اخذتها في سطح هذا الاثنين، سلوب ميل المماس كيف نحسبه بصفة عامة؟ انسى المثال هذا. ميل المماس اذا اعطاك دالة واعطاك نقطة وقال لك احسب لي ميل المماس في النقطة هذه، اعطاك دالة طبعا ما عندك رسم، يعطيك معادلة واعطاك نقطة معينة x0 شيء وقال لك احسب لي الميل المماس، كم ميله؟ كيف تحسبه؟ إذا الميل المماس هكذا في خطوتان، لما يقول لك احسب لي ميل المماس سلوب اوف تانجنت لاي داله، اول شيء لازم يعطيك معطيين، لازم يعطيك داله ونقطه. اذا ما اعطاك نقطه معطيات ناقصه، لان عندك داله الميل هنا يختلف عن الميل هنا، لازم يحدد لك النقطه.
بين هنا يختلف عن هنا، لازم يحدد لك النقطة. إذا لازم يعطيك معطيين، يعطيك دالة ونقطة، يعطيك دالة ونقطة. إذا هنا ما في إشكال، أعطاك دالة أعطاك نقطة. إذا الخطوات، الخطوة الأولى تحسب المشتقة، والخطوة الثانية نعوض لأنه أعطاك نقطة، عوض بالنقطة في المشتقة اللي وجدتها الخطوة الأولى. هذا هو طبعا y داش ما هي إلا dy على dx. إذن هذه خطوتي إيجاد ميل المماس. إذن حل هذا وتوقف. إذن التمرين هذا كأنه تطبيق لقاع إيش العلاقة هنا؟ العلاقة هذه هو أعطاك هذه العلاقة، قال لك دي واي على دي إكس. التمرين هذا سؤال غير مباشر عشان تطبق العلاقة، لأن هنا قال لك سلوب أوف تانجنت، ما قال لك حسب المشتقة. ممكن تتساءل تقول إيش علاقة المثال هذا بالعلاقة المعطاة هذه؟ هذا كيف نحسب المشتقة؟ إذن هذا سؤال غير مباشر لحساب المشتقة، لأن ميل المماس تحتاج المشتقة. إذن هكذا، إذن الخطوة الأولى تحسب المشتقة دي واي على دي إكس. طبعا هنا عوضنا العلاقة أربعة في السلايد اللي قبل الماضي، ثم تشتق الواي على بالنسبة لتي، مشتق الإكس بالنسبة إلى تي. نرجع إلى التمرين، مشتق الواي، مشتق الساين، مشتق الساين. ما هو مشتق الساين؟ اوكي، مشتق الساين هو الكوساين، مشتق الساين هو الكوساين على طول على مشتق الاكس. مشتق الكوساين هو ماينس ساين، اذا الكوساين على ماينس ساين. اذا هذا هو الخطوه الاولى، كوساين على ماينس ساين. ممكن توقف هنا، ممكن تكتب مع ماينس كوتان. إذن هذه صحيحة وهذه صحيحة. الخطوة الثانية تعوض بالنقطة المعطاة في مكان تي، تحط هذا الشيء وتحسب الآلة الحاسبة، تحصل على ميل المماس ناقص دلتا. طبعا الرسم هنا ما هو مطلوب، فقط في التوضيح ميل هو. إذن توقف هنا في المحاضرة هذه.